أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين، نقدمها إليكم من استديوهاتنا في الميادين واستديوهاتنا في تونس وفي بغداد. وفي عناوين الظهيرة لليوم: طالبان تقول إنها ستقدم إطارا لحكم جديد في أفغانستان قريبا، وبايدن يكشف عن اتفاق أبرمته واشنطن مع الحركة قبل عام جنب القوات الأمريكية هجماتها. الرئيس التونسي يقول إن بعض من دأبوا على الخيانة يفكر في الاغتيال والقتل، والملك السعودي يبارك في اتصال مع سعيد قراراته. 4 شهداء من الحشد الشعبي خلال صدهم هجوما شنه مسلحو داعش في شمال بغداد. رئيسي يؤكد أن البرامج التي تم إعدادها في الحكومة المقبلة هدفها تحقيق العدالة والتقدم، وأن الوقت حان لنهضة جهادية وشعبية لبناء إيران القوية. الجيش السوري يستخدم تعزيزات عسكرية إلى محيط درع البلد بهدف إخراج المجموعات المسلحة بعد رفضها تسليم أسلحتها. بعد تعديل شمل 4 وزارات، الحكومة الفنزويلية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية في ضوء المحادثات مع المعارضة في المكسيك. أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم حركة طالبان أن الحركة تسعى إلى الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف المسؤول أن خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان